بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد. كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة نبدأ حضراتكم مع فقرة الأخبار. أولى أخبارنا النهاردة، اللجنة الخماسية تستفسر من الفيفا عن حقيقة منعها من التصويت في انتخابات الكاف. تواصل مسؤول اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا للاستفسار عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية حول عدم أحقية اللجنة الخماسية من حضور الجمعية العمومية للفيفا والكاف إلى عدم حضورهم انتخابات الاتحاد الإفريقي القادمة، نظرا لأن مجلس الاتحاد المصري أو اللجنة الخماسية لجنة معينة وليست منتخبة. دي أولى فقراتنا في هذه الحلقة. تاني أخبارنا النهاردة، طارق العشري يرحل عن تدريب المصري وعلي ماهر مديرا فنيا. أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي رحيله عن صفوف الفريق بالتراضي قبل يومين من مباراة المقاولون العرب، مؤكدا أن الظروف الحالية داخل الفريق لا تساعد على النجاح. وفي الوقت نفسه أتم مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي اتفاقه مع الكابتن علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي لتولي القيادة الفنية للفريق. بعد كده خبرنا، علي ماهر يطلب الدعم الجماهيري المصري. لمن علي ماهر يطالب دعم جماهير المصري لعودة الفريق لمكانته الطبيعية. زي ما حضراتكم عارفين ان النادي المصري بيعاني هذا الموسم، بيحتل في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة جمعهم من 5 مباريات فوز و6 تعادل وهزيمة 9 مباريات. الخبر التالي في هذه الحلقة، حسن عبد ربه يتعرض لوعكة صحية بعد أزمته مع مجلس إدارة الإسماعيلي. تعرض حسن عبد ربه قائد فريق الإسماعيلي لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وفوجئ القيصر بمنعه من حضور مباراة الاتحاد السكندري باستاد الإسماعيلية في مواجهات الجولة 23 لمسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الاتحاد على الإسماعيلي ب3 أهداف مقابل هدف. أول تعليق من أحمد سامي بعد توليه تدريب طنطا، قال أحمد سامي المدير الفني الجديد لنادي طنطا خلفا لمحمد صلاح إنه وافق على تولي القيادة الفنية لأبناء السيد البدوي رغم صعوبة موقفه بجدول الترتيب. وأضاف سامي في تصريحاته أنه تلقى اتصالا من جانب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، وهو ما جعله يوافق على قبول المهمة. وطنطا يحتل المركز 18 والأخير برصيد 16 نقطة من فوز مباراتين وتعادل 10 مباريات وهزيمة 11 مباراة. الخبر التالي بعد ذلك، بثلاثية بيكا وشاهين سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسكندرية بالفوز على الرجاء. اختتم الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق بالإسكندرية، والذي استمر إلى 8 أيام بعد الفوز على الرجاء ب3 أهداف مقابل هدف بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب. بدأ سيراميكا بالتسجيل عن طريق عبد الله بيكا من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب محمد شاهين هدفين في الدقيقة 39 و43 من نفس الشوط. غزل المحلة يخوض مباراتين وديتين أمام الزرقاء 7 سبتمبر على ملعب الغزل، وأمام الداخلية يوم 12 سبتمبر على ملعب الشرطة لاستئناف دوري القسم الثاني.
ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بنفس رصيد ألعاب دمنهور المتصدر بنفس الرصيد في المجموعة الثالثة بحري واسكندرية، بينما الداخلية يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر سيراميكا في المجموعة الثانية مجموعة القاهرة. استقالة محمد رحمه رئيس نادي اتحاد المنزلة. الخبر التالي: بيلا يواجه المنصورة اليوم وديا في إطار استعدادات الفريق لدور القسم الثاني. بيلا في المجموعة الثالثة بحر واسكندرية في المركز الثاني عشر والمركز الأخير برصيد 5 نقاط من 17 مباراة، لم يفز في أي مباراة طوال الموسم وتعادل 5 مباريات وهزم 12 مباراة، بينما المنصورة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، الفوز 8 مباريات والتعادل 6 مباريات والهزيمة 3 مباريات. إصابة أحمد ممدوح لاعب بتروجيت أسيوط بقطع بالرباط الصليبي أثناء تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدوري. حسن كوندي يعود مرة أخرى لقيادة الفنية لنادي شبان الأمير. شريف أشرف لاعب القناة يبلع لسانه. تعرض شريف أشرف لاعب الأهلي والزمالك السابق ولاعب القناة الحالي بلع النساء اللسان أثناء مباريات القناة والبنك الأهلي الودية، وتم نقله إلى أقرب مستشفى وقاموا بإخراج اللسان وتعافى وخرج من المستشفى. أكرم عبد المجيد مديرا فنيا للشرقية. أعلن نادي الشرقية عن تعاقده مع أكرم عبد المجيد لتولي القيادة الفنية لفريق الشرقية، وبعد مفاوضات بين الطرفين أعلن أكرم عبد المجيد عبر صفحته من لحظات إنها كانت مفاوضات ولم تكتمل، وأنه قدم الاعتذار عن المهمة للدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية عن تكملة المفاوضات لوجود خلافات في وجهات النظر مع أعضاء مجلس الإدارة، مع كامل حب وتقدير النادي الشرقية العريق. أعزائي المشاهدين، بنخرج فاصل، ويعني من أخبارنا أيضا السريعة في هذه الفقرة بيتواصل يعني معانا الخبر اللي يعني دايما بيمدنا بكل الوسائل. جالنا عبر يعني مراسلنا في محافظة الدقهلية أن الكابتن ياسر تحسين أسند له مديرا فنيا لنادي السنبلاوين، والكابتن الدكتور أحمد سند مديرا فنيا لنادي نبروه. أعزائي المشاهدين، بنخرج فاصل ولسماع آراء الإعلاميين والرياضيين في كورة البلد، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اقول ان انا شخصيا الرعايه دي يعني جابت لي السعاده اكتر منها اي حاجه تانية. انا شخصيا سعيد باللي تم ده، سعيد وانا بشوف شباب السنانيه بيتجمعهم ورجالتها ومشجعين كره القدم، ولكل الناس اللي بتحب السنانيه. يعني احنا الموضوع كله باختصار هو عشق لبلدنا ورد الجميل، وانه احنا يعني بوصل رساله من خلال الدعم ده لرعاية فريق السنانية لكرة القدم. أنا عايز بس أوصل رسالة إنه المشاركة المجتمعية مش بس عمل خيري لفئة المحتاجين في المجتمع، لا، إحنا عندنا فئات في المجتمع محتاجة برضو رعاية واهتمام، زي الشباب طبعا بالدرجة الأولى. فأنا بقدم رسالة بالعمل مش بالكلام، بالفعل، يعني إنه المفروض ودور علينا، ويعني بدعو كل رجال الأعمال واللي يعني ربنا حباهم بخير ربنا يعني بالمال، ان هم يبقى في جزء من اموالهم توجه للمشاركه المجتمعيه لمصلحه الشباب ولمصلحه فئات المجتمع كله. يعني النهارده الفريق يعني لبيت دعوه كريمه
من الأخ هاني نجا إنه فريق مركز الشباب مش هيشترك في دوري مراكز الشباب، في حين السنانية الحمد لله يعني كان دايما لها تاريخ في إبراز نجومية لاعبين كتار قبل كده، لعبوا في فريق دمياط والغزل. كعضو جامعي عمومية أول في مركز شباب السنانية، ومن الناس اللي أنا أصلا في مجال الرياضة، أنا كنت لاعب مصارعة ومش في مجال الكورة يعني، ولكن طبعا كلنا من هواة كرة القدم وعشاق كرة القدم يعني. فإحنا بالذات كالسنانية عندنا مجموعة لاعبين متميزة، دايما عندنا لعيبة متميزين، ودايما بيطلع عندنا لعيبة كتير متميزين. الفكرة بس إن إحنا كنا عايزين التجميعة دي. طبعا حضرتك عارف إن كل حاجة لها تكاليف، وكل حاجة لها يعني مفترض لها أعباء كبيرة يعني. مبادرة كابتن أسامة ورعاية المهندس سامي الجحر وشركته المحترمة حاجة في منتهى الجمال يعني. أولاد البلد بيحطوا إيدهم في إيد بعض، حد بيستغل قدراته الفنية وخبرته الرياضية، وحد تاني بيستخدم اللي ربنا أنعم عليه بيه وبيستخدم ماله في خدمة بلده. فتحية كبيرة جدا طبعا للمهندس سامي الجحر وشركة طيبة للهندسة والمقاولات. وطبعا المهندس سامي الجحر مش جديد عليه يعني العمل العام والعمل الخيري. المهندس سامي الجحر رئيس مجلس اداره المجمع لسبب السنانيه برضه، يعني رئيس جمعيه كبيره في السنانيه زي ما انا رايح. والله بدايه الفكره جت كنت انا والباشمهندس سامي، الباشمهندس سامي يربطني بصداقه كبيره يعني، فكنا قاعدين مع بعض، كان كابتن هاني نجا منزل بوست كده عن مركز الشباب والاشتراك والكلام ده، فباشمهندس سامي قال لي ايه رايك اما ندعم الفكره، انت كنت ماسك الفرقه قبل كده، ايه رايك اما ندعم الفكره دي ونصرف على الفرقه ونفوقها وتبقى انت ماسك الفرقه ونشوف نشء كتير من السنانيه وناس كتيره ندخلها ونعمل حاجه كويسه للبلد. قلت له والله انا هقترح الفكره على مجلس الاداره. فالحمد لله يا رب يعني انا بعلاقتي مع مجلس الاداره اتكلمت معاهم كلهم وعرضت عليهم الفكره، الناس ما تاخرتش بصراحه وقبلوا الموضوع بترحاب جامد، ومن ضمن القرار يمكن تاني يوم على طول قرار طلع بان انا امسك الفرقه وندعم الفريق، والحمد لله لمينا الفرقه في خلال 48 ساعه كنا لمينا الفرقه وبعدين اول تمرين لينا، والحمد لله معايا رجاله محترمه يعني، معايا ناس كويسه قوي، وانت شايف اهو البلد كلها بتدعمنا واقفه جنبنا، وان شاء الله ناويين نعمل حاجه كويسه للبلد باذن ربنا باذن ربنا. طب رساله بتوجهها للاعيبتك اللي موجوده معاك، تحب تقول لهم ايه باسم السنانيه؟ والله انا في يوم من الايام كنت زيهم، كنت لعيب كره في السنانيه زيهم كده، وما كانش عندنا الامكانيات دي ولا الدعم ده، فيعني هم دي فرصتهم بقى ان يعملوا حاجه لاسم بلدهم ولاسمهم، كل لعيب فيهم لازم يظهر السنه دي، انت عارف دوري المراكز بقى من مبصوص له، وفي ناس كتير بتنزل تتفرج. هذا الفريق كنت معكم من ملعب اللقاء احمد مجاهد لبرنامج كوره البلد، الصحه والجمال. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام، ويسعدنا في هذه الفقرة أن نستضيف مجموعة متميزة من الإعلاميين والرياضيين. أول ضيوفنا النهاردة اللي دايما موجودة أعزائي المشاهدين الإعلامية سمر حسن الناقدة الرياضية المتخصصة في النقد الرياضي. اهلا بك يا سمر ومشرفينا ومنورين. حبيبي استاذ محمد اهلا بيك، وحشتني من الحلقه اللي قبل اللي فاتت. الله يخليك يعني الساده المشاهدين بيبقوا سعداء جدا لما بيشوفوك معايا في الاستديو، تحليلاتك الرائعه ويعني كلماتك الصائبه الحياديه بتاعتك الكامله بين كل الانديه. انا ببقى مبسوطه وانا معاك بالذات في كره البلد، وبحب طبعا ان انا اكون متواجده معاك على طول لان انا نفس الوي بتاعك، فده يشرفني طبعا ويضيف لي. شكرا يا سمر. معانا نجم مصر ونجم لعب في طلاع الجيش ونجم لعب في بنعبيد في عصرها الذهبي سنة ما بنعبيد فازت على الزمالك 1-0 بهدف السيد المندوه، نجم لعب مع نبيل دونجا، نجم لعب مع محمد الصباحي للاتحاد السكندري، ولعب مع عبد الله سنجهاوي لاعب أسوان، وأيضا لعب مع أحمد علي لاعب الإسماعيلي يعني، ودايما بنعبيد بتفوز على ايده وبتصعد على ايده، صعد 3 مرات ببنعبيد للقسم الثاني. معانا ومعاكم النهارده نجم نادي بنعبيد ونجم طلائع الجيش كابتن صبري السيد. اهلا بك يا كابتن صبري. اهلا بك يا كابتن محمد، وانا سعيد جدا على الاستضافه الجميله دي مع الناقده الرياضيه المتميزه سمر حسن والكابتن محمود الهلباوي طبعا.
اهلا اهلا بيك، وانا سعيد جدا اني موجود معاك النهارده. ومعانا يعني نجم الدفاع وهداف كمان، يعني مدفعجي وهداف في وقت العصيب في المباريات، بيطلع ينشق الارض ويطلع الهلباوي وبيحط اهداف. حبيبك يعني بيفكرنا باللاعب المميز لكرة القدم. معانا نجم الجونة وغزل المحلة وبن عبيد حاليا، اللاعب محمود الهلباوي. اهلا بك يا كابتن محمود. انا متشرف ان انا مع حضرتك طبعا واسره البرنامج والكابتن صبري والاستاذه سمر، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه كده. وبكرر انا بتشرف لكم مع حضرتك، ربنا يخليك كابتن محمد. حبيبي. اعزائي المشاهدين الكرام، يعني النهارده في بدايه حلقتنا النهارده مع الاعلاميه والناقده الرياضيه سمر حسن، النهارده عاوزين نعرف من حضرتك رؤيه كده بالنسبه للدوري المصري. هناخد اولا النادي الاهلي، رؤيتك. خلينا في الزمالك الاول. خلينا في الزمالك الاول. خلينا في الزمالك الاول. طبعا من بعد الماتش بتاع القمه وتحس ان الموازين كلها اتقلبت. النشاط الرياضي من ساعه ميعاد اكيد مأثر على اللعيبه بشكل غير طبيعي، بس خلينا كده نكون حياديين ونقول ان الزمالك عنده خط دفاع كويس جدا. ده من اول النقط اللي انا كنت حابه اتكلم فيها عن الزمالك. النقطه الثانيه، ابو جبل ابهر الجميع وكان على قد المستوى اللي يقارنوا بيه بجنش. لا، هو سد مكانه كويس جدا، لعب كويس جدا. كمان الزمالك دلوقتي عنده حاجه ما كناش بنشوفها فيه، اللي هو التجانس. كارتيرون عامل تجانس كويس جدا ما بين اللعيبه، كل واحد عارف مركزه كويس، عارف بيدي ايه وبيعمل ايه. اللي ابهرني انا كمان مصطفى محمد. كابتن احمد بلال، كان طبعا كابتن احمد بلال من اقوى المدافعين، لما قال ان مصطفى مش قوي يعني، بس احنا اتفاجئنا. اقوى المهاجمين. 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 قلنا مصطفى محمد عمل ماتش كويس جدا، عنده بيدخل كده في المدافعين ما بيهمهوش، محافظ على نفسه، محافظ على الكاريزما بتاعته، فدي حاجه كويسه. طارق حامد. طيب نرجع لمصطفى محمد ونقول يعني مصطفى محمد ما تأثرش بالزواج بعد، يعني زي آراء بعض الأطفال؟ أنا شايفة إن هو لأ، أنا شايفة إن لما بالذات في الماتش الأخير ليه، أو حتى كان قدام الأهلي، لأ أنا كنت شايفة إن مستواه حلو جدا، مركز. لكن كان بيقابل سوء توفيق بس. سوء توفيق بس، هو لما بيجي يحتك بمهاجمين ما بيخافش، بيفوت. تمام. بيدخل، عنده ميزة الكرة ثابتة، بيحاول، فده ظاهر. أو ممكن يكون اتأثر بالجواز، أنا ما أعرفش. عنده قوة بدنية. القوة البدنية محافظ عليها جدا برضو. فده طبعا يعني المفروض ان هو لعب على نفسه في حته ان هو يطلع يقول للكابتن احمد بلال لا انا جامد، انا من اجمد الفرادة الموجوده في مصر. طب نروح للكابتن صبري السيد، يعني وجهه نظرك برضك كانك انت رياضي ولاعب كره قدم ودايما عينك يعني بصيره كده في رؤيتك الفنيه، وجهه نظرك في بعض المباريات اللي لعبت في الدوري الممتاز حتى الان، تقييمك كده لبعض اداء الاهلي والزمالك. انا شايف من وجهه نظري طبعا في الفتره اللي احنا فيها دي الوقت بعد التوقف والكورونا وكده، الزمالك ما شاء الله عنده لعيبه متميزه جدا، يعني ما شاء الله اجمد، انا من وجهه نظري انا اجمد فروه في مصر مصطفى محمد، وعندنا ديفندر طارق حامد ما شاء الله من اجمد الديفندرات الموجوده. الزمالك ما شاء الله فرقه كويسه، وبس هو يعني في مشاكل كده بتيجي توقف الدنيا، بس يعني الزمالك ان شاء الله يعني هيبقى حاجه كويسه باذن الله. طب بالنسبه للاهلي بقى، الاهلي ولا انت هتتكلم عن الزمالك بس؟ الاهلي فريق. لا انا كزمالك انا بحب الزمالك طبعا، بس الاهلي فريق ما فيش. طب نسيب الكابتن محمود الهلباوي يقول لنا يكلم لنا عن الاهلي النهارده. كابتن محمود، هو ممكن يكون الاهلي اتاثر بالتوقف شويه. الزمالك قدر يطلع مجموعه ناشئين محترمين بصراحه، كارتنول لعب على الحته دي. الاهلي ممكن حصل خلافات ما بين اللعيبه طبعا، حته التسويق كذا لعيب ما عرفوش يخلصوه في التعاقدات، فممكن يكون الاهلي حصل فيه مشاكل بعد كده في الفتره اللي احنا فيها. بس انا شايف الزمالك ان شاء الله ربنا يكرمه في افريقيا، والاهلي احنا يا ريت نلاقي. ده ما يمنعش ان الاهلي عنده غزارة تهديف. اكيد طبعا يعني، بس ان شاء الله احنا عايزينهم الاثنين يبقوا ان شاء الله في النهائي باذن الله مع بعض، ويكون النهائي مصر وافريقيا. ولازم فايلر فعلا يغير يا استاذ محمد، لازم يغير فكره، لان لو هيلعب على المستوى ده عنده افريقيا المفروض ان دي بروفا فعلا. يعني احنا المفروض دلوقتي ان احنا عاملين بروفا علشان الدوري، بنلعبه بروفا علشان اللي بعد، سواء الدوري الجديد. اهم حاجه افريقيا طبعا، دي اهم حاجه. يعني في خبر يعني بيقولوا ان ممكن مباراه افريقيا في الدور قبل النهائي بين مباراه الرجاء ومباراه الوداد
بين الاهلي والزمالك ان شاء الله كان مقرر اقامتها يوم 26 سبتمبر الجاري او القادم ان شاء الله، هيتم تاجيلها ل 3 اكتوبر علشان في تفشي حالات الكورونا في المغرب. فدي الخبر اللي يعني ممكن هنسمع بالظبط ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه. الناقده الرياضيه سمر حسن، بلاش الاعلاميه دلوقتي، يعني انت كلمينا عن النادي الاهلي. زي ما انا بقول لحضرتك، فايلر لازم يعيد ترتيبه تاني. هو شايف ان لا، الاهلي يكسب ويخسر، يعني انتوا ما تتوقعوش دايما ان الاهلي بيكسب. لا ماشي، بس انت عندك مشكله في الدفاع، عندك مشكله جامده في الدفاع. بنحرز، بنجيب اهداف، ضامن الدوري، بس احنا مش عايزين الدوري، احنا عايزين بطولات. تمام. فهو وجهه نظر شويه مختلفه. عندك كمان الاهلي كان بيتميز بالبساط، يعني كان احنا عارفين ان الاهلي بساط. دلوقتي تلاقي ان الكوره واقفه في رجل اللعيب بطريقه غريبه جدا، كل واحد عايز يرمي الكوره على التاني ويخلص. وللاسف انا زعلان لو بقول كده على الاهلي، بس ده اللي انا بشوفه. عندك لعيبه اسماء كبيره جدا في الاهلي بس ما عندكش التاثير. تمام. الوحيد اللي ثابت على مستواه من وجهه نظري هو الشناوي، هو الوحيد اللي ثابت على مستواه، وهو الوحيد اللي محافظ على مستواه. للاسف محمد هاني عمل ماتش كويس جدا قدام المقاولين، بس هو محتاج كمان يعيد ترتيب نفسه من الاول، يشوف ايه المفروض انا ايه، انا المركز، انت عارف طبعا مركز المهاجم. تمام. لازم يكون عارف هو مركزه فين، وساعات امتى ابقى مدافع وامتى ابقى مهاجم. فده بالنسبه لمحمد هاني. عندك كمان حمدي فتحي، عندك لعيبه كتير جدا محتاجين ان هم يعيدوا ترتيبهم. هم اكيد طبعا دلوقتي ضغط ومشاكل كتير على النادي الاهلي من كل الاتجاهات، والاصابات برضه، والاصابات طبعا. عندك كهربا بره، عندك شحات، عندك سعد سمير، محمود متولي، عندك اصابات كتير بره. اليو ديانج والتاني اسمه ايه، اليو بدر، هم الاثنين حسن، هم بيحاولوا بس كل واحد في اتجاه. عندك الاطراف ملهاش، مش مرتبطه شويه بنص الملعب. تمام. فانت تلاقي ان كل واحد في اتجاه. مش هنتكلم على مروان، هو مروان كويس، عمل ماتش. لا لا، ده انت قطعت مروان خالص بعد ماتش الزمالك. انت بصراحه مصر كلها سمعت التقطيع بتاعك في مروان. لا هو مروان لطيف، مش عايزين نحبطه عشان طبعا مش عايزين نوصل للاحباط. احنا كنا بنقول كده يا سمر، مش عاوزين نحبطه، لعيب ممكن يعني برضك في احد المباريات لم يوافقه التوفيق ولا حاجه، لكن انت مسكتيه على طول، جزرتيه على طول. اصل ده بيلعب نادي اهلي، ما بيلعبش انديه ثانيه، يعني بيلعب اهلي، فلازم لو انا مثلا في خطا حصل اعترف، ما اقولش لا وايه يعني، لا ازاي وايه يعني. بس الفتره دي اثرت، يعني 6 شهور من غير كوره برده بالنسبه للاعيبه الكوره فتره صعبه خالص. اكيد طبعا. هنرجع لك ثاني يا سمر، معانا كابتن صبري السيد. كابتن صبري، عاوزين نعرف الساده المشاهدين كده بدايات صبري السيد في كره القدم. انا بدات طبعا في بني عبيد، قعدت في بني عبيد حوالي ناشئين بني عبيد، وبعدها رحت طالع الجيش سنتين، وجيت بقى في الفتره اللي كان موجود فيها الكابتن تامر حميد نجم نادي الزمالك طبعا، فعمل لي عقد ب5 سنين في بني عبيد. ال5 سنين اللي انا ممتاز بيه طبعا، وفي سنه من السنوات دي ان كنا ثالث مع المنصوره، مقرر كنا بننافس للصعود الممتاز، وبعد كده صعدنا نزلوا هم طبعا في سنه من السنوات، بعد كده صعدنا ممتاز به تاني، وحضرت انا معاهم ثلاث سنين ورا بعض صعود من الثانيه للثالثه. تمام. ففي سنه من السنوات احنا صعدنا من الممتاز به، بعد كده بقى طبعا جه مدرب جديد طبعا استغنى عن القوام الاساسي للفرقه. في الفتره دي انا رحت في كيرنس، ومن دي كيرنس رحت الزرقاء. جه في السنه بني عبيد كانت بتنافس على الهبوط، السنه اللي قبل اللي فاتت انت كنت عاصرتها يا كابتن محمد. تمام. كنت انت حضرتك كنت مدير اداري في الفرقه، والسنه اللي انت جبت فيها 5 صفقات في 3 ايام. تمام. بالزرقاء ومن ميت الخولي، والفرقه وقدر بن عبيد يفوز في اخر 3 مباريات ويفضل في الدوري القسم الثالث وحقق المركز الخامس كمان. تمام. السنه دي احنا وقفنا على رجلينا وما هبطناش، والسنه اللي بعدها صعدنا طبعا، السنه دي صعدنا فيها، ونهينا يعني قبل المسابقه تخلص بجولتين، والحمد لله السنه دي صعدنا وهو ممتاز بيه، وربنا يكملها على خير ان شاء الله. طيب بقى بعض اللعيبه اللي عاصرتك وانت بتلعب في بني عبيد او عاصرتك في الملاعب، امثله اللعيبه اللي لعبت معاك في بني عبيد. طبعا كان في نبيل عماد دونجا، انا لعبت قصاده وهو في اجا. نبيل عماد كان في اجا وانا في بني عبيد. في المباراه دي كان كابتن تامر حميد ماسكنا، فكنا بنلعب اجا. المباراة دي خسرنا فيها 3-1، كان نبيل عمل مباراة كويسة. من بعد المباراة دي طبعا نبيل جه بني عبيد.
تمام. اتكلموا على نبيل عماد كويس، هو لعيب كويس، وهم سالوني وقلت لهم ده ديفندر كويس. جينا نبيل عماد السنه دي قعد معايا سنه مع الدكتور ماهر عبد الحليم. طبعا نبيل عماد يعني كانت الحاله الماديه عنده يعني يعتبر تحت الصفر. هو ربنا كرم، انا كنت اصلا نبيل كان قريب ليا، كان بيجي كابتن صبري محتاج كذا، عايزين نروح كذا، مش عارف ايه، تكلمني الناس. الفتره اللي هي نبيل عماد قعد فيها في اللي هي بين الدوري ما خلص كان بيكلمني دايما الظروف الوضع القصه الحكايه. فكان الكابتن بتاع المحل اللي هو الوكيل اللاعبين محمد سلامه، محمد سلامة. طبعا كلم الاسيوطي في الوقت ده كان بيصرف، فنبيل كلمني في التليفون قال لي الوضع كذا كذا كذا، فانا رحت النادي وكلمت الناس وبتاع. فنبيل بعدها بفتره كلمني في التليفون قال لي الحمد لله احنا خلصنا، رحت الاسيوط قلت له يا ابني انت لعيب كويس ومستقبلك كويس وعندك يعني مقومات تخليك تلعب منتخب مصر. قلت له هتلعب منتخب مصر؟ قلت له انا في فتره من فترات قلت له يا ابني العب واشتغل على نفسك، سيبك من الحاجات اللي في دماغك دي واعتبر انك تلعب منتخب مصر. هو حتى كلمني قريب وقال لي يعني بيكلمني على طول، باتصال دايما مع نبيل، ومن اللعيب المحترمه. انا نفسي بصراحه على المستوى الشخصي نفسي يلعب في الزمالك. لعيب كويس وهيفرق مع نادي الزمالك جدا يعني. يعني لعيب عنده الطموح، بدا من فريق اجا في الدرجه الرابعه، ثم بن عبيد في القسم الثالث، بعد كده راح الاسيوطي لبيراميدز حاليا، ويعني في مفاوضات قريبه جدا من نادي الزمالك لضم نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز. وده يعني طموح للاعب، يعني نقول لاي لاعب كره قدم الطموح ما توقفش عند محطه واحده، انت يبقى عندك طموح وعندك اصرار وعندك عزيمه هتحقق الهدف بتاعه. طبعا احمد انت كابتن هلباوي بقى يعني عاوزين نقول للطموح بتاعك وبداياتك كده وطموحك عاوز تلعب فيه. انا كنت من بدات في اكاديميه نادي غزل المحله وتدرجت لحد الناشئين، فاول ما الناشئين جت طبعا بيستغنوا عن بعض اللعيبه فاستغنوا عني، فكابتن طارق غيده طبعا ده اب روح اللعيبه كتير قوي في غزل المحله، فاخدني ومرني كده انا وابنه كذا لعيب معانا في البلد. فالحمد لله رحت نادي الجونه، ومن نادي الجونه الحمد لله تصعدت فريق اول مع تسوبل في نادي الجونه، والحمد لله بعد ما هبطوا كابتن عبد اللطيف الدماني، وكان حضرتك طبعا موجوده كابتن محمد، وانتقلت لبني عبيد، وطبعا الكابتن عبد اللطيف عمل معايا حاجات كتير طبعا الحمد لله، وجي الكابتن عادل صديق والحمد لله صعدت مع بني عبيد في الموسم ولعبت معاهم ممتاز به، وانتقلت لنادي بيلا وصعدت مع الكابتن عبد اللطيف برده الممتاز به، ومنها لبدواي مع الكابتن محمد المحالي، ومن الاخ الكابتن عادل صديق وصعدت معاهم السنه دي الحمد لله. وطبعا الكابتن عادل صديق طبعا مستر اكس صعود في مع بني عبيد، والحمد لله احنا عملنا يعني موسم كويس السنه دي مع الكابتن عادل ومع الدكتور هرماس والكابتن هشام، والحمد لله يعني ربنا كلل صعودنا، وناس ما شاء الله ناس يعني محترفه في حته الصعود دي، حاجه محترمه قوي يعني في الدقهليه، فالحمد لله ربنا كرمنا وكلل تعبنا ورجعنا للممتاز به، وان شاء الله طموحنا ما بيقفش للممتاز به يعني، ان شاء الله ربنا يكرم كده في الممتاز. طيب استاذنك معانا على التليفون اللاعب محمد الصباحي نجم بن عبيد السابق ونجم اسوان ونجم الاتحاد السكندري حاليا، للاسف انقطع الاتصال، هنتصل بيه مره ثانيه. نرجع ل يعني محمود الهلباوي، يعني مرحلة الصعود السنة دي ايه اللي انت حسيت فيها؟ كانت مرحلة صعبة طبعا، بدايات للنادي يحط هدفه اللي هو عايز يصعد، طبعا مش اي نادي يعمل كده، لازم تكون منظومة طبعا كبيرة ومنظومة محترفة برئاسة الدكتور هرماس، وحضرتك طبعا كنت موجود وعصرت الكلام ده، وكان معاه الاستاذ اسلام الاحمدي والكابتن هشام رضوان ومجموعة مجلس ادارة كلها، طبعا مجموعة محترمة كلها وبيديروا المنظومة باحترافية كبيرة بصراحة، قدروا يجمعوا لعيبة محترمة ولعيبة قادرة اللي هي تعرف في المكان ده اللي هي تدي في الفترة دي، وفعلا قابلنا ماتشات كتير صعبة وظروف كتير، ولولا التماسك بتاعنا مع اللعيبة كلها طبعا كابتن عصام محمود وكابتن محمد طلب وكابتن عدو عاكف وكابتن احمد حسن، معانا لعيبة محترمة وكابتن عادل جمال عشان ما ننساش حد، وبلال واحمد رمضان بصراحة ما شاء الله، وبلال احمد الجون بتاعنا، فبصراحة عملنا موسم كويس السنة دي وشلنا كل المشاكل بتاعنا على جنب، الحمد لله قدرنا نتخطى كل المساوئ اللي الموجوده من بعيد او من اي مكان، ومع قدرنا مع الفريق المحترم اللي معانا ان شاء الله اللي احنا يا ريت نعرض صور كده محمود الهلباوي وصبري السيد لاعبي فريق بن عبيد حاليا كده على الشاشه مع مديره الاعداد او مديره التحرير مارينا جمال. نرجع ليك يا سمر مره ثانيه، ويعني كنظره عامه كده على الدوري المصري، وشايفه ممكن النادي الاهلي ونادي الزمالك يحققوا
المعجزة ويصلوا لنهائي دوري إفريقيا؟ هو سؤال صعب شوية لان مستوى الاهلي للاسف يعني دلوقتي ولا هحط لك في اختياري بسم الله الرحمن الرحيم الاهلي اقول طبعا لا بس يعني هو خلينا حياديين معنا الصور عيل الباوي هو يعني بيفجر نفسه بصراحه بصراحه دايما بيفجر نفسه على طول جيب جون بكره صغيره شبان بدوي التيشيرت المعروف اللي هو التيشيرت الاخضر بكره صغيره ده الزمالك عنده الباوي برضك صور وبرضك معانا هتعرض معانا الصور بقى كملها حضرتك يعني بالنسبه لوجهه نظرك الزمالك دلوقتي عنده لعيبه واحد زي عبد الله جمعه واحد زي احمد عيد محتاجين دعم بس هم هينفعوا جدا في البطولات الجايه تمام عندك في الاهلي حمدي فتحي حمدي فتحي بيعرف يوصل الكوره لاي لاعب في المكان تمام وبيفضل سبورت ليه لو الاهلي بكل شفافيه فضل بنفس المستوى بتاعه هنقول في احتمال ان الزمالك ممكن يعمل حاجه في افريقيا ده احتمال ان شاء الله وزعلانه ليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزمالك يعمل حاجه ما هو معروف يكون ما بين فرقتين بس بصراحه الفكر اللي يعني في مباراه الاهلي والزمالك الماضيه المدرب بيلعب على قد امكانيات لعيبته ومحفظ اللعيبه طريقه لعب معينه كارتيرون كان عامل حاجه اسمها تجانس وده كان يحسب له تمام. مع اللعيبه والتجانس كان واضح جدا للاطراف مع نص الملعب ويعني كارتيرون برده كان في الاهلي فحافظ برده يعني الدنيا ماشيه ازاي في حاجه برده في الاسبوع اللي فات لاحظناها نقول المقاولين فاز على الزمالك كابتن عماد النحاس طبعا هو مش جديد على كابتن عشان عماد عشان فاز على الزمالك ولا علشان وجهه عشان فاز على الزمالك علشان هو قيمه فنيه كبيره دي اول طبعا. حاجه علشان كابتن عنده شخصيه بيقدر يفرضها كويس جدا في الملعب برده بيقدر يعمل تجانس كويس بيعرف يربط اللعيبه ببعضها بيعمل روح كويسه طبعا مش دلوقتي من ايام ما كان بيلعب في اسوان طبعا هو ابن الاهلي مدرب محترم اسوان والشرقيه وكذا نادي لا احنا شفنا ماتش كان يعني بفكر مختلف جدا ويمكن هو من احسن المدربين فعلا لا ونادي المقاولين العرب السنه دي عامل موسم اكثر من رائع تحفه في المركز الرابع برصيد 40 نقطه يعني بينافس الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني ان شاء الله يكسب يعني نتمنى له الكابتن عماد حبيبنا وفي نفس الوقت كمان كابتن عماد انا كسمر بتمنى اشوفه ليه دور في المنتخب المصري او مع الناشئين لان الراجل ده دماغه حلوه جدا ويستاهل على فكره طبعا يستاهل اكتر من مقاولين كابتن عماد تاريخ وبتمنى ان احنا نستفاد منه في المنتخب مع احترامي طبعا كابتن كابتن صبري السيد انت ذكرت لنا مثال واحد من اللعيبه هكمل لحضرتك طبعا احمد علي نجم الاسماعيلي احمد علي من باكات رايت المحترمين جدا ده لعيب كويس وان شاء الله له مستقبل هيلعب دور ممتاز باذن الله هو لعب الاسماعيلي دلوقتي حاليا في القناه باذن الله هي يعني السنه دي باذن الله جاي له عروض ان شاء الله السنه دي في عروض دور ممتاز باذن الله هيلعب وفي الصباحي طبعا في اسوان دلوقتي اتحاد السكندري عبد الله سنجاوي برده عاصرنا فتره في اسوان وخالد غندور من بدر طبعا لعب الاتحاد طب بنستاذنكم اعزائي المشاهدين نخرج فاصل ليه يعني معرفة آراء الرياضيين والإعلاميين في برنامج كرة البلد ونرجع لكم مرة تانية كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر النهاردة بنتشرف بوجود حضرتك في مركز شباب وسنا لاختيار منتخب يعني أكاديميات مصر النهاردة لاختيار للتصفيات العربية القادمة اللي بتقام في شهر أكتوبر القادم يعني من خلال برنامج كرة البلد اللي بتقدم على قناة الصحة والجمال اللي أنا بتشرف بتقديمه النهاردة بيهتم بأندية القسم الثاني والثالث والرابع ودوري مراكز الشباب والاكاديميات والناشئين رساله بتوجهها لمشاهدي برنامج كره البلد طبعا برنامج جميل انا شخصيا يعني بتابعه بيلم درجات مش واخده حظها من الاهتمام من القنوات طبعا الكبيره كلهم مهتمين طبعا باهلي وزمالك دوري ممتاز فحاجه كويسه ان انتوا بتعرفوا الناس برضو بالمستويات الثانيه من كره القدم الثانيه والثالثه والرابعه ودوري مراكز الشباب واعتقد انها بيبقى لها متعه خاصه عند ناس كثيره وبتضم طبعا يعني كم كبير من
المشاهدين المهتمين بحاجه زي كده، وحتى اللعيب نفسه يحس ان في اهتمام برضو من بلده ومن قناه بلده ان هي يعني بتعرض برضو مباريات، ودي بتدي له حافز انه يتفوق ان شاء الله وينضم بعد كده للممتاز. يعني كل التوفيق لكابتن مصر ونادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن محمد حشيش، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء. شاكر جدا لوجودي معاكم، شكرا. الكلام الكبير الاستاذ محمد عباس المدير الاعلامي لاكاديميات، المستشار الاعلامي لاكاديميات مصر النهارده. برنامج كره البلد بيتشرف بوجود الاعلامي الكبير النهارده الاستاذ محمد عباس، واحنا اتشرفنا بحضرتك. انا بشكر كره البلد وبقول لكره البلد بالتوفيق وكل مشاهدينها، وهي عامله دايما، انا بحترم كل البرامج سواء كبيره او صغيره انها تبقى موجوده في موقع الحدث وتنقل الحدث وتهتم بالحدث، مش شرط كبير اهلي وزمالك، يبقى ناشئ من خلال مركز شباب ويسنا. اعتقد كل التحيه والتقدير. شكرا استاذ محمد، تحيه التوفيق. الاعلاميه الجميله اميره النهارده، يعني الاعلاميه بقناه اون تايم سبورت النهارده، بتشرفنا وجودك النهارده في برنامج كرة البلد. برنامج كرة البلد بيهتم بأندية القسم الثاني والثالث والرابع ودوري مراكز الشباب والأكاديميات ومنتخب الناشئين، كل ده اللي يعني احنا صوت لا صوت له في أندية المظاليم اللي احنا بنقول عليه. يعني كلمة توجهيها لمشاهدين برنامج كرة البلد تقول لهم ايه؟ في الحقيقة يعني هم اتقال عليهم يعني دوري المظاليم مش من فراغ. في الحقيقة هما بيعانوا جدا، القسم الثاني الثالث والرابع كمان، دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، اللعيبة بتعاني، المنظومة كلها بتعاني. يا رب نشوف الأمور تحسم قريب بإذن الله، ونشوفهم بيرجعوا ونشوف المسابقة بترجع زي الممتاز. المباريات بدأت تستأنف بالفعل، عايزين نشوف كمان إن شاء الله اللجنة الخماسية تاخد قرار سريعا إن شاء الله في استئناف الدوري أو البداية بموسم جديد، وربنا يعين اللعيبة، لأن صحية اللعيبة دي يعني كلنا عارفين إن مالهمش مورد رزق، في كتير مالهمش مورد رزق طبعا غير من كرة القدم، ونتمنى عجلة الإنتاج إن شاء الله ترجع من تاني يا رب، ونشوف مواهب بتتصاعد، ليه لأ، ممكن نشوف إن شاء الله على الموسم الجديد عندنا رؤية جديدة ونشوف مواهب حتى من القسم التاني، نشوف إن هي بتنافس، وفي من الدوريات في القسم الأول بياخدوا منهم مواهب، ووقتها مش هيبقى اسمه دوري المظاليم ولا حاجة. طيب رسالة يعني بتوجهيها لمشاهدين برنامج كرة البلد اللي بتقدم على قناة الصحة والجمال بتكلمنا. أنا مبسوطة إن أنا موجودة معاكم النهاردة طبعا في قناة الصحة والجمال، وتحديدا برنامج كرة البلد، ومزيد من التقدم إن شاء الله والازدهار. وفي الحقيقة يعني هو برنامج محترم وبيحترم المشاهدين ورؤية، وكمان بيعكس واقع، ما بيجيبش حاجة من برة، وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. ده يعني شهادة تقدير من حضرتك الإعلامية الكبيرة الأستاذة أميرة الإعلامية بقناة التين تايم، وبنتمنى كل توفيق لحضرتك ان شاء الله. اشكرك. اشكرك. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين الكرام، ويعني سريعا كده خلص الوقت الجميل، عدى بسرعه. وكلمه اخيره سمر في حلقتنا النهارده تقول ايه؟ خليني يعني من خلال البرنامج كل الدعم الكابتن حسني عبد ربه، وبنتمنى له الشفاء للموقف المؤسف اللي حصل معاه. مهما كان في اختلاف او في خلاف ما بينه وما بين الاداره، ما ينفعش الكابتن بقيمته يتعامل كده. بنتمنى كمان الشفاء لعبد الشافي، بنقول له وليد بيحبك، بنتمنى الشفاء برده للكابتن مؤمن زكريا، وبنتمنى من جمهور كره البلد ان هم يدعموه ويدعوا له. وكنت مبسوطه معاك. الله يخليك، واحنا سعداء بيك. كابتن صبري اخيرا كده كلمه بسرعه. طبعا انا سعيد جدا كنت موجود معاكم النهارده، وانا بتمنى بقى ان الزمالك ياخد بطوله افريقيا باذن الله. تمني باذن الله ياخد بطوله افريقيا باذن الله. ماشي. محمود الهلباوي. كابتن محمد انا طبعا اتشرفت ان اكون مع حضرتك، وبطلب طبعا ان شاء الله من جماهير بني عبيد السنه دي اللي هتقف جنب الكابتن عادل صديق ان شاء الله، ومع الدكتور هرماس رضوان والكابتن هشام ومع حضرتك طبعا، عشان نعمل حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي لبني عبيد في الممتاز به، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونحقق امل جماهير بني عبيد كلها ان شاء الله. طبعا اتشرفت بالحضور معاك طبعا يا كابتن محمد. اعزائي المشاهدين الكرام، في نهايه هذه الحلقه بنهني الكابتن محمد عباس والزميلة الإعلامية أيضا أميرة حسن بمناسبة عيد زواجهم، يعني بنهنيهم ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وأيضا بنهنئ محمد السيد صقر
ابن اختي بمناسبه عقد قرانه او حفل زفافه يوم الخميس القادم. وكل الشكر وكل التقدير للساده المشاهدين، نشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه قادمه من كره البلد. كره البلد في كل بيت في البلد.